بأن تعمل الحكومة الإسرائيلية اليمينية بلا كلل ولا ملل وبغطاء واضح من الإدارة الأمريكية على تكثيف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم كثافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تدين الاستيطان واستمراره في وقت قضت فيه إسرائيل على كل فرصة لاستئناف عملية السلام وفقا لمقررات الأمم المتحدة القائمة على ما يسمى حل الدولتين، تنبري الولايات المتحدة لتمارس سياسة ضغط وابتزاز كما تسميها السلطة الفلسطينية، وذلك بتهديدها إياها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن إن لم ترجع إلى جادة مفاوضات السلام. لكن عن أي مسار سلام بالضبط نتحدث أو تتحدث واشنطن، وكيف سيكون تأثير إغلاق المكتب وبالتالي قطع العلاقات على عملية السلام الميتة أصلا وعلى الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال وبطشه منذ عقود؟ لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمارر، ومعنا من رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت. بإمكانكم مشاهدينا أن تشاركوا معنا بإرسال الأسئلة والتعليقات إلى موقعينا تويتر وفيسبوك. مرحبا بضيفي أستاذ صالح، مساء الخير. دعني أبدأ معك من رام الله. عندما تهدد أو تلمح الإدارة الأمريكية إلى إمكانية عدم تجديد الرخصة لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية لأنه المنظمة يعني غير منخرطة في عملية السلام، لا أدري عن أي عملية سلام يتحدثون، ومسألة أيضا ربما إمكانية لجوء المنظمة والسلطة الفلسطينية إلى رفع دعاوى بشكل ما ضد إسرائيل في المحافل الدولية، هل هذا تهديد يعني برأيك قد يؤدي إلى نتائج ما، أم أن حتى إغلاق المكتب كما يقول البعض لن يقدم ولن يؤخر؟ يعني هذا التهديد بإغلاق ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن هي خطوة غير مسبوقة من الولايات المتحدة الأمريكية. كل الإدارات الجمهورية والديمقراطية السابقة منذ يعني عدة سنوات عشرات السنين كانت كل 6 أشهر تمدد يعني لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار ممثليتها في واشنطن. الآن عندما تقدم إدارة ترامب يعني هذا القرار بعدم تمديد فتح المكتب في واشنطن، هذه خطوة غير مسبوقة ومرفوضة من قبلنا، ونحن لن نخضع لهذه الضغوط ولهذا الابتزاز. إسرائيل هي التي عمليا نسفت عملية السلام. وزير الخارجية الأمريكية السابق كيري قبل أسابيع حمل نتنياهو شخصيا مسؤولية تدمير عملية السلام وفشل المفاوضات الذي كان يشرف عليها ويديرها وزير الخارجية الأمريكي السابق كيري. طيب سأنتقل إلى واشنطن مع السفير ريتشارد شمارر. مساء الخير سيد شمارر، مرحبا بك معنا. يعني عندما تتحدث إدارة ترامب منذ وصولها إلى البيت الأبيض عن الصفقة الكبرى التي تسعى إلى الوصول إليها فيما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وكل هذه الأمور، والسيد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي تسلم هذا الملف وقيل أنه يعمل على تحقيق مثل هذه الصفقة أو التمهيد لها، الآن نسمع عن أنه الإدارة الأمريكية بصدد ربما إغلاق مكتب منظمة التحرير لأنها المنظمة لا غير منخرطة في عملية السلام. يعني أين هي عملية السلام أصلا للحديث عن هذا الموضوع؟
Well, of course, just to clarify, للتوضيح فقط أعلنه وزارة الخارجية يوم الجمعة كانت ترتكز على القانون الذي يدعو الإدارة لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية إن دعنا الفلسطينيون للتحقيق في جرائم معينة إسرائيلية ضد الفلسطينيين في محكمة الجنائية الدولية. بالتالي هذه الكلمة التي ألقاها الرئيس عباس في سبتمبر هي التي سببت في ذلك. والسؤال المطروح هو لما تأتي الإجابة الآن في نوفمبر بينما كانت الكلمة في سبتمبر؟ أما فيما يتعلق بمفاوضات السلام أو جهود استئنافها، أعتقد أن إدارة ترامب أوضحت، وكوشنر وغرين قالوا أنه يعملون لإعادة إطلاق هذه العملية، وأنا واثق من أن هذا جزء من المعادلة سوف يستمر رغم الإعلان يوم الجمعة. أستاذ رأفت، يعني عندما يعني يكون السبب هو مسألة إمكانية لجوء السلطة أو المنظمة لمقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم التي ترتكبها، يعني إلى أي مدى هذه المسألة تشير إلى أن الإدارة الأمريكية يعني توفر هذا الدرع، هذه الحماية، هذه الحصانة لكل هذه الممارسات الإسرائيلية، وبالتالي أي حديث عن عملية سلام وصفقة كبرى سيكون منقوص ضمن هذه المعطيات؟ للأسف الشديد، بدل من أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات ضد الجرائم اللي بترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء وبنات الشعب الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية، سواء عبر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء مستعمرات جديدة وتوسيع المستعمرات الصهيونية القائمة بالقدس الشرقية وفي عموم أنحاء الضفة الغربية، هي تريد من القيادة الفلسطينية عدم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. نحن نقول بكل وضوح سنستمر بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن القرارات التي تتخذ بشأن الاستيطان وتوسيع الاستيطان الاستعماري في عموم أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك بالقدس الشرقية، الجرائم التي ترتكب، الإعدامات ضد أبناء وبنات الشعب الفلسطيني في الشوارع، وأيضا الجرائم التي ترتكب ضد الأسيرات والأسرى بما في الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لن ترهبنا إجراءات الإدارة الأمريكية بعدم التمديد بفتح ممثلية منظمة التحرير، وسيكون ردنا على ذلك بوقف كل أشكال العلاقة مع إدارة الرئيس ترامب وبشكل مباشر. طيب سأسألك عن إمكانية الرد الفلسطيني على مثل هذا السيناريو أستاذ صالح بعد قليل، ولكن دعني أسأل السيد شمارر عن آلية اتخاذ مثل هذا القرار. يعني هذه مسألة دورية تحصل بشكل دائم، وكما أشرنا قبل قليل يعني هذه سابقة لم تحصل منذ الثمانينات، منذ أن تم إقامة هذه العلاقة بين منظمة التحرير والإدارات الأمريكية. ما هي الآلية المتبعة في مثل هذا الموضوع؟ هناك فترة على ما أعتقد 90 يوم أو شيء من هذا القبيل يجب على الإدارة أن تتخذ فيها القرار. إذا كانت لديك فكرة عن تفاصيل هذا الموضوع يريد تعطينا فكرة عن هذه الآلية سيد شمايرر. Well, as you've correctly pointed out, كما أشرتم هذا صحيح، القانون الذي يتم استخدامه وهو المتعلق بمحكمة الجنايات الدولية أيضا ينص على أنه إن في خلال 90 يوم جرت مفاوضات فعالة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإن هذه المجابات القانونية سوف تسقط، وإن ذلك طبعا
عن معناه أنهم يأملون ويحاولون أن يتم طبعا أن يحصل ذلك وأن يكون هناك مفاوضات مباشرة وفعالة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غضون 90 يوم. إذن وزارة الخارجية أوضحت أنها لا تزال ملتزمة بالجهود المبذولة من أجل الجمع بين الطرفين، ويبدو أن هناك تكتيكة معينة يقومون باستخدامها للدفع قدما. أستاذ صالح، مسألة الرد الفلسطيني، يعني هل هناك مجال الحديث عن قطع علاقات فلسطينية مع الولايات المتحدة؟ البعض يقول ربما هذه يعني من باب التمنيات أو من يعني من باب رفع السقف نوعا ما، ولكن عمليا الطرف الفلسطيني ليس بأفضل حالاته في هذه المرحلة، وبالتالي أي حديث عن قطع علاقات مع الولايات المتحدة يعني لا يتضمن الكثير من الجوهر والمضمون في هذه الحالة. ما رأيك؟ أنا أقول لك، في نهاية عهد أوباما طرحت الإدارة الأمريكية فكرة الحل الإقليمي وعقد مؤتمر إقليمي في آخر لقاء ما بين وزير الخارجية الأمريكية السابق كيري عندما التقى الرئيس أبو مازن في باريس، وتم رفض هذه الفكرة كليا. الآن إدارة ترامب أيضا تكرر طرح فكرة الحل الإقليمي، تريد تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت في عام 67، وقبل تجسيد إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 بعاصمتها القدس. ونحن نقول بكل وضوح هذه الإدارة منحازة بشكل أعمى إلى الاحتلال الإسرائيلي. لم نسمع منها كلمة واحدة ضد الاستيطان، لم نسمع كلمة واحدة مع حل الدولتين، لم نسمع منها كلمة واحدة بأن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت في عام 67، بل سمعنا من ترامب أثناء حملته الانتخابية أنه بده ينقل السفارة من الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. هذه الإدارة الأمريكية منذ بداية العام وهي تتحدث عن صفقة القرن، وحتى هذه اللحظة لم يطرحوا أي أفكار مباشرة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كل ما يتحدثوا عنه هو الحل الإقليمي لتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، وهذا بالنسبة لنا مرفوض رفضا باتا ولا يمكن أن نوافق عليه. ونحن نقول إذا أغلق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن سنوقف كل أشكال العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدها توقف مساعداتها المالية فلتوقفها من غدا. لن نخضع وسنستمر بدفع الأموال للشهداء وللأسرى، ولن نرضخ لكل الطلبات التي تتقدم بها هذه الإدارة المنحازة لإسرائيل. سيد شمعنا، ما رأيك؟ يعني كما يقول السيد رافت، هذه إدارة منحازة بشكل كامل لحكومة الاستيطان، الحكومة اليمينية في إسرائيل، ومع أنها تتحدث كثيرا عن صفقة كبيرة أو صفقة القرن وإمكانية إعادة إحياء عملية السلام، إلا أن ممارسات هذه الإدارة عمليا لا تدل على هذه الرغبة. ما رأيك في ذلك؟ الضيف كان له ملاحظات صائبة، لكن أود أن أقول أنكم كما رأيتم خلال الحملات الانتخابية الرئيس ترامب قال أمور محددة فيما يتعلق بالسفارة، ومنذ توليه منصبه تراجع عن هذا الوعد بنقل السفارة إلى القدس، ويخطط للقيام بذلك حاليا. وفي بداية رئاسته في أولى أيامها قال أن هذه المستوطنات تهدد السلام، إذن قال بعض الأمور ولكن غير رأيه بعض الشيء، وهذا يشجع أمر مشجع بأنه يرى أنه يجب أن يكون هناك تسوية عادلة في نهاية المطاف. وكدبلوماسي لمدة 30 سنة أريد أن أقول أنه يجب أن نكون حذرين فيما نقوله، ولكن
ضيفكم قال أن الرئيس لم يدع محل الدولتين ولكنني أقول أنه لم يستبعدها أيضا ولكن يحاول أن يكون دبلوماسيا ليسمح بمجال للمفاوضات وأنا أعمل أنه وكوشنر وغرين يعملون على ذلك وأن يفهموا أنه يجب أن يكون هناك توازن ونتيجة عادلة وأنا أعتقد أنهم يعملون باتجاه ذلك. أستاذ رأفت ما رأيك؟ هل بالفعل تعمل الإدارة ومستشارو الرئيس على هذه المسألة وهم يفهمون هذه المسألة وتطلعون إلى حل عادل ومتوازن كما قال السيد شمايرة؟ هذا الطاقم كوشنير وغرينبلالت وأيضا السفير الأمريكي في تل أبيب هم من الحركة الصهيونية وهم متطرفين بالإضافة إلى ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة التي تريد أن تضرب بحذائها كل من يهاجم إسرائيل ويريد يحاسب إسرائيل. نحن نقول بكل وضوح هذه الإدارة منحازة. السفير الأمريكي في تل أبيب كل يوم هو موجود في المستوطنات وكل يوم يتحدث بأنهم يريدوا أن ينقلوا السفارة من تل أبيب إلى القدس. نحن لا نتوقع أي شيء إيجابي من هذه الإدارة المنحازة لنتنياهو اللي برأس حكومة أقصى اليمين، حكومة الاستيطان في إسرائيل، وهذا مدار نقاش في داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن لهذه الإدارة أن تقدم مقترحات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. نحن نريد تسوية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما في آخر قرار أخذوا مجلس الأمن 2-3-3-4 اللي أكد بأن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي التي احتلت في عام 67، أكد بأن كل الاستيطان هو غير شرعي وغير قانوني، وأكد هذا القرار على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت في عام 67. حتى الآن لا نتوقع إدارة ترامب أن تتقدم بمقترحات منسجمة مع قرارات الشرعية الدولية. تناقلت الصحافة الإسرائيلية آخر 48 ساعة أنه في مقترحات أنه في دولة بس مع بقاء كل المستوطنات الموجودة بالضفة الغربية يبقى الجيش الإسرائيلي في الأغوار، يعني ما فيش دولة، يعني بقاء نظام حكم ذاتي تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا لا يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. سيد شمايرة، هل لهذه الإدارة رؤية معينة فيما يتعلق بشكل الحل، صيغة الحل، الإطار العام للحل، أم أنها يعني تحاول إيجاد هذه المسألة من من يعني من وجهة نظر إسرائيلية إذا جاز التعبير بالتنسيق والتشاور وبالانسجام مع المواقف الإسرائيلية وما تريد حكومة نتنياهو؟ أعتقد أنه من بين الأوجه المثيرة للاهتمام التي ذكرها ضيفكم هو النظر إلى المسألة من وجهة نظر إقليمية، وأعتقد أن هناك أوجه للحل التي من أجل يمكنها أن تساعد على دعم الدول العربية الأخرى بدعم مثل هذا الحل، ويمكن من خلالها أن تشارك الدول العربية في محاولة معالجة بعض الأمور التي تريدها السلطة الفلسطينية. كما قال بعض القادة العرب والولايات المتحدة الأمريكية، هناك تقارب مصالح كبير بين إسرائيل وبعض الدول العربية فيما يتعلق بالتهديد الإيراني في المنطقة، بالتالي أنا أرى أن هناك إمكانية بالنسبة للدول العربية الأخرى ودعما للفلسطينيين ومساعدة لهم أن يحاولوا التوصل إلى الحل الذي يريدونه بغية أن يكون هناك مقاربة إقليمية للتسوية. من هذه الناحية أنا متفائل من أن الدول الأخرى في المنطقة تؤثر على إدارة ترامب بطريقة تساعد الفلسطينيين. التأثير على إدارة ترامب أستاذ صالح، هل هذا يعني شيء مطلوب الآن؟ بعض الدول في المنطقة لديها علاقات جيدة مع إدارة ترامب، هل نتوقع أن يكون هناك نوع
من الاتصال او الضغوط بشكل من الاشكال لحملها على يعني تغيير وجهة نظرها بهذه ازاء هذه المسألة. اليوم الدول العربية وزراء الخارجية اللي كانوا مجتمعين في القاهرة دعوا الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرار عدم التمديد لممثلية منظمة التحرير في واشنطن، ونحن نأمل من الدول العربية الشقيقة أن تبقى ملتزمة بالقرار اللي اتخذته قمة بحر الميت، الالتزام في مبادرة السلام العربية التي تدعو إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، أي بالانسحاب الكامل من كل الأراضي التي احتلت في عام 67 بما فيها من القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية التي تضم قطاع غزة والضفة الغربية بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الدولي رقم 194. والدول العربية ما زالت متمسكة في مبادرة السلام العربية وتطبيقها من ألف حتى ياء، وعدم قلبها كما تريد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تطبيقها من ياء إلى ألف، أي أن تطبع العلاقات العربية الإسرائيلية قبل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، لأنه نريد من إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها في عام 67 وليس فقط الفلسطينية. شكرا جزيلا لك الأستاذ صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان معنا من رام الله. وشكرا لضيفنا من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق ريتشارد شمايرل.